يا من يروم من الرحمن غفرانا ويرتجي من إله الكون إيمانا، إن رمت جنة خلد طاب مسكنها عليك بالبر أشكالا وألوانا. أحسن إلى الأم بادر في حوائجها، الأم باب إلى الجنات ريانا، أطع أباك وصل خيرا قرابته، بذا تحقق قول الله إحسانا، بذا تحقق قول الله إحسانا. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم مع برنامجكم إحسانا. صدق من قال: ما مات من خلف رجالا ونساء صالحين. ما يموت الأب والأم إذا كان خلفهم أبناء صالحين، لأن أعمالهم لا تنقطع. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر الولد الصالح. ولذلك أنا أوصي من ماتت أمه مات والده ألا يفهم من برنامج إحسانا أن البر انتهى وغلقت أبوابه. لا، البر الصادق يكون بعد الموت. أولا عليك بالدعاء لهما، واعمل أعمال بر حتى يدعى لهما فيقال: فلان ولد فلان وفلانة، الله يغفر لهم. ومنهم أن تصل أرحامهما، تصل عمك وعمتك وخالك وخالتك. ومنها أن لا يتشاجر الإخوان بعد موت أبيهم وأمهم. إذا تشاجرتم أيها الإخوان فأنتم عققة. من البر بعد الموت أن نتواصل ولو كان في النفوس بعض الشيء، لكن إكراما لأبي ولأمي وطاعة لربي أولا أتواصل معهم. ومنها إنفاذ الوصية كما ذكرت في حلقة، لا بد أن ننفذها وأن نقسم الإرث بيننا كما قسمه الله. ما نحرم البنات، ما نؤخر القسمة سنوات فينظر بعض الورثة وبعضهم شبعان وبعضهم جائع، ويحك، اتق الله في نفسك. ومنها أن تكرم أصدقائهم. كيف؟ والدك له أصدقاء، له جيران، له أصحاب، فورا أرقامهم جميعا خذها من جوال والدك وابدأ في التواصل معهم والاتصال عليهم، زيارتهم، صل مع أبو فلان في مسجده العصر، وانتقل المغرب صل مع أبو فلان، خذ معك بشت جميل، طيب جميل، خل هذا الصاحب يتذكر والدك بخير. اذهب بزوجتك وخلها تزور، أو أختك خلها تزور جارة أمك في الحي القديم، في الحارة القديمة، انتقلوا الحي آخر. إكرام صديقي والدك وجارة صاحبة أمك من فنون البر الجميلة. بل عليك أن تسأل عن أبناء أصدقاء أبيك، أبنائهم، نعم، اللي يبغى منهم وظيفة، اللي يبغى منهم سلف، اللي يبغى منهم عون، جميل. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أكرم رجلا قال: لأن والد هذا كان ودا لعمر، يعني أبوه يحب أبوي وصاحب اللي أبي. فلذلك أيها الأحباب، ما ينقطع البر، وهذا من كرم الله. وهل يكون هناك توبة للعاق إذا ماتت أمه أو أبوه؟ نعم، له توبة. التوبة النصوح أن يفتح أبواب الصدقة الجارية عنهما، يحفر آبار، يطبع مصاحف، يرعى البرامج الإعلامية. الإعلام الآن البرامج ترعى برنامج ويصور وقف لأبيك وينشر في الفضائيات وفي الجوالات، وما نشر فلأبيك ولأمك الأجر. ومنها زيارة القبر للرجال، زر قبره، زر قبرها. البعض منا ما يدري وين مقبور أبوه، يقول في الشمال في الغرب، زوروهم وادعوا لهم. اللهم يا رب اجعل قبور من مات رياضا من رياض الجنات يا رب العالمين. قولوا آمين. أستودعكم الله. يا من يروم من الرحمن غفرانا ويرتجي من إله الكون إيمانا،
رمت جنة خلد طاب مسكنها، عليك بالبر أشكالا وألوانا. أحسن إلى الأم بادر في حوائجها، الأم باب إلى الجنات ريانا. أطع أباك وصل خيرا قرابته، بذا تحقق قول الله إحسانا، بذا تحقق قول الله إحسانا.